عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نأخذ درسا جديدا بعنوان طرق جمع البيانات، وتعرفنا على البيانات وقلنا أن البيانات هي المعلومات التي يحصل عليها المعلم بطريقة غير منظمة، وقلنا أن من طرق جمع البيانات هي توجيه سؤال إلى مجموعة من الأشخاص وتسجيل هذه الإجابات، وتسمى هذه الإجابات بالنتائج. إذن تسمى الإجابات التي حصل عليها المعلم أو أي شخص يريد أن يقوم بتوجيه سؤال إلى مجموعة وتسجيل هذه الإجابات تسمى هذه بالنتائج. هيا بنا نكمل طرق جمع البيانات. طرح معلم التربية الفنية على طلاب الصف الثالث السؤال التالي: ما لونك المفضل؟ ما اللون المفضل لديك؟ أنت شو اللون المفضل لديك؟ أنا بالنسبة لي اللون المفضل اللون الأحمر. أنت شو اللون المفضل لديك؟ فحصل على الإجابات المرفقة جانبا ثم نظمها في الجدول الآتي. إذا مثلا المعلم التربية الفنية سأل الطلاب شو اللون المفضل لديك، كل واحد جاوب شو هو اللون المفضل. علي حكى اللون المفضل الأحمر، مؤيد أزرق، رائد أصفر، وليد أحمر، فارس أزرق، وهكذا إبراهيم أزرق. إذن هذه هي عبارة عن إجابات الطلاب، تسمى هذه الإجابات بالنتائج. ماذا نسمى هذه الإجابات؟ بالنتائج التي حصل عليها معلم التربية الفنية. إذن نسمي إجابات الطلاب بالنتائج. ماذا نسميها؟ بالنتائج. وقام على تنظيم هذه الإجابات ليسهل معرفة كم عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأحمر، كم عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأزرق، كم عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأصفر. فقام على عمل جدول يسمى بجدول الإشارة. هنا اللون أحمر أصفر أزرق، هنا الإشارات، وسوف نقوم بإضافة ما يسمى بالعدد. إذا اللون الأحمر، هيا نقوم بعد كم طالب يفضل اللون الأحمر: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. إذا كيف نقوم بعمل جدول الإشارات؟ قلنا نقوم بوضع 1 2 3 4، والخامسة نضعها بشكل عرضي ليدل على أنها عبارة عن العدد 5 حزمة، وهذه 5 5 و5 10، وواحد 11 طالبا يفضل اللون الأحمر. كم عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأصفر؟ 1 2 3 4 5 طلاب يفضلون اللون الأصفر. هو عمل لي إشارات، إذن هي عبارة عن حزمة، إذن دائما قلنا أن هذه عبارة عن 5، إذن هو عبارة عن 5 طلاب يفضلون اللون الأصفر. كم عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأزرق؟ هيا نرى: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 طلاب يفضلون اللون الأزرق. 5 نمثل 5 عبارة عن حزمة، لا ننسى أن نضع الخامسة بشكل عرضي، نضع 1 2 3 4 والخامسة بشكل عرضي، و3 بالإضافة، 5 زائد 3 يساوي 8. هيا نقوم بالإجابة عن الأسئلة التالية: ما عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأحمر؟ أذهب إلى الجدول. كم عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأحمر؟ 11 طالبا. ما الفرق بين عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأحمر والذين يفضلون اللون الأصفر؟ أقوم بالذهاب إلى اللون الأحمر. الفرق، دائما قلنا كلمة الفرق معناته طرح، دائما الفرق، وكم يزيد دائما كلمة طرح. نقوم بطرح العدد الذين يفضلون اللون الأحمر وهي 11 ناقص عدد الذين يفضلون اللون الأصفر وهي 5. 11 ناقص 5، شيل من ال 11 5 يبقى 6. إذن 6 طلاب يفضلون اللون الذي يزيد عدد الطلاب الذين يفضلون الأحمر عن عدد الطلاب الذين يفضلون الأصفر. ما هو أكثر لون يفضله الطلاب؟ انظر، إذن هو اللون الأحمر. ما أقل لون يفضلونه الطلاب؟ هو اللون الأصفر. ما عدد الطلاب الذين فضلوا اللون الأصفر أو اللون الأزرق؟ إذن بدنا نشوف عدد الطلاب، كلمة أو، إذن دائما كلمة أو اجمع. إذن بدنا نروح نجمع اللون، عدد الطلاب اللي بفضلوا اللون الأصفر وعدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأزرق. بدنا نجمع عدد الطلاب اللي بفضلوا اللون الأصفر وعدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأزرق. 8 زائد عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأزرق 8، وعدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأصفر 5. بحكي 8 زائد 5 كم؟ 8 9 10 11 12 13. إذن 13 طالبا يفضل اللونان، اللون الأصفر أو الأزرق. ما عدد الطلاب الصف؟ دائما كنا نقوم بجمع جميع الأعداد عشان نعرف عدد الطلاب. 11 زائد 8 زائد 5 يساوي 11 زائد 8 زائد 5 يساوي 24 طالب. إذن المجموع الكلي لعدد الطلاب 28 طالبا. هيا نكمل. كثيرا ما نشاهد حكم مباراة كرة القدم، دائما بنشاهده أنه برمي قطعة نرد عشان إيش؟ يحدد أي الفريقان يبدأ اللعب. دائما برمي قطعة نرد، هذه القطعة النرد
يا إما رح تكون الإجابة يا إما قطعة نار، رح يطلع لي سورة أو كتابة، يا إما سورة يا إما كتابة. نسمي ما حصل عليه أو ما قام به حكم المباراة بالتجربة. إذا التجربة إنه رمى حجر إلقاء قطعة نار نسميها بالتجربة، إلقاء سؤال يسمى بالنتائج. إذا طرق جمع البيانات، إما إني أوجه سؤال إلى مجموعة من الطلاب وأسجل نتائجها، أو إني أعمل تجربة. وعمل التجربة من خلال إني أرمي قطعة نار، قطعة النار يا إما بدها تكون يا سورة يا إما كتاب. نسمي ما حصل عليه الحكم المباراة بنتائج التجربة. إذا نتائج التجربة يا إما سورة يا إما كتابة. إذا قام طالب بتجربة رمي قطعة نقد إلى الأعلى 10 مرات، كم من مرة عملها؟ هي 10 مرات. إذا ألقى قطعة النرد 10 مرات. شو يعني قطعة النرد؟ قطعة النقود. إذا رمى قطعة النقود قطعة النقود. إذا الحاكم عشان يعرف أنه فريق بده يحدد الفريق اللي بده يلعب أول أو معاه الفطب الأول، مين بيرمي قطعة النقود؟ بيرمي قطعة النقود. وقطعة النقود يا إما بتكون عليها يا إما الصورة يا إما كتابة. نسمي ما يحصل عليه. إذا الفريق اللي بيختار النقود هو اللي ببلش قطعة الصورة، أما الفريق الذين مثلا يختاروا كتابة هم إذا طلعت دور بيكون هم اللي رح يبلشوا. إذا نسمي ما حصل عليه المعلم نتائج حكم المباراة نتائج التجربة. أنت لو في البيت بدك تعمل هاي التجربة، بتجيب قطعة النقود وبترميها إلى أعلى، رح تطلع لك يا إما كتابة يا إما سورة. قامت وداد بتجربة رمي قطعة النقد إلى أعلى 10 مرات، كم من مرة رمت القطعة؟ 10 مرات. فكانت النتائج كما هو مبين جانبا. هاي النتائج: سورة، كتابة، سورة، 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 كتابة، 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 سورة، كتابة، كتابة. إذا أنا بدي أنظم هذا الجدول على شكل جدول الإشارات عشان أنا أعرف الإجابة بشكل أسهل. إذا بحط قطعة النقود وبحط الإشارات وبحط العدد. إذا بروح بعد كم من مرة أنا عديت السورة. إذا كم من مرة عندي سورة؟ 1 2 3 4. إذا 4 مرات بحط 4 إشارات، 4 إشارات للسورة. كم من مرة كتابة؟ 1 2 3 4 5 6. إذا 6 مرات كتابة، بحط 1 2 3 4 5 بشكل عرضي، دائما الخامسة بشكل عرضي وبعدين 6. إذا العدد السورة قطعة النقد، عدد مرات السورة 4 مرات، وعدد مرات الكتابة 6 مرات. لما أجريت التجربة أجريت وداد التجربة، السورة طلعت 4 مرات والكتابة طلعت 6 مرات. طيب ما عدد مرات رمي قطعة النقود؟ كم من مرة أنا رميت قطعة النقود؟ كم من مرة وداد رمت قطعة النقود؟ 10 مرات. إحنا حكينا رمت وداد برمي حجر برمي قطعة النقود 10 مرات. كم من مرة قامت وداد برمي حجر قطعة النقود؟ 10 مرات. ما عدد مرات ظهور الصورة؟ كم من مرة ظهرت الصورة؟ 4 مرات. بروح على الجدول بشوف كم من مرة؟ 4. ما عدد مرات ظهور الكتابة؟ 6 مرات. بكم يزيد؟ حكينا بكلمة بكم يزيد، ما الفرق؟ دائما طرح. إذا كلمة طرح بدي أطرح، كم بكم يزيد عدد ظهور مرات ظهور الكتابة عن عدد مرات ظهور الصورة؟ بروح على الصورة، 6 ناقص 4 كم يساوي؟ 6، شيل منها 2 4 بتساوي 2. إذا 2 مرات كانت الكتابة أكثر من الصورة 2 مرات عنها. إذا وهيك بكون انتهى الدرس، ويعطيكم العافية وكل عام وأنتم بألف خير.